إذن تتواصل المعارك العنيفة في السودان على الجبهات الثلاث الأكثر سخونة. الجبهة الأسخن وهي سلاح المدرعات الذي تتواصل المعارك العنيفة لليوم الثالث على التوالي في محيطه في جنوب الخرطوم. الاشتباكات انتقلت من منطقة الشجرة جنوب الخرطوم إلى أحد مخازن السلاح التابع لمجمع الذخيرة القريب من المدرعات والذي يعد المقر الرئيسي للجيش وقواته في الخرطوم. كلا من الجيش السوداني والدعم السريع ينشران مقاطع فيديو تظهر سيطرة كل منهم على سلاح المدرعات. نتابع هذه المشاهد. مصادر الحدث تؤكد أن الجيش تصدى للهجمات المتواصلة من الدعم السريع على سلاح المدرعات. الجبهة الأخرى هي سلاح المهندسين، المقر الرئيسي للجيش في المدينة. من حين لآخر يسمع دوي انفجارات وإطلاق نار متبادل ومتواصل بين الجيش والدعم السريع. كما أطلقت منصات مدفعية الجيش قذائف صاروخية في أنحاء أم درمان التي تشهد معارك عنيفة وإطلاق نار كثيف، لا سيما في وسط وشرق المدينة وأيضا في جنوبها حيث تتواصل الاشتباكات. وهناك أيضا جبهة يالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والتي تشهد منذ نحو أسبوعين اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع استخدمت فيها المدفعية الثقيلة، ما تسبب في قتل أعداد كبيرة من المدنيين وتشريد الآلاف، ما دفع الآلاف من سكانها إلى النزوح باتجاه ولايتي شمال وشرق دارفور. كما انقطعت الاتصالات في المدينة تزامنا مع التوترات بين الجيش والدعم السريع. وبالأمس اغتيل بصورة مفاجئة قائد الفرقة 16 مشاة في مدينة يالا على يد أحد جنود الجيش، ونعى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قائد الفرقة ياسر فضل الله وأصدر قرارا بترقية جنود وضباط صف الفرقة إلى الرتب الأعلى. رب العالمين، ربنا كتب لنا النصر، نظر ربنا سبحانه وتعالى يكون بالنسبة لهم الشغلة دي قاسم الظهر، وأنا أكد لكم تماما والله قاسم الظهر، والله هي زول جن مدرعات دي مبارح ولا الليلة لو سكوه بيه صوت تاني المدرعات دي ما بجيها راجع، والله أعلم اللي يجيبوا لهم قوات تاني. وعارفين الناس فقدت الأمل، والله نحن ذاته فقدنا الأمل، والله نحن ذاته فقدنا الأمل، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا نصرنا ودعواتكم لنا. أنا غايته ما عارف، هم الله أعلم يجوا راجعين تاني، لكن برضو احنا عاملين احتياطاتنا الحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله جاهزين لهم. وأبشركم والله إذا خيرنا دب ومتماسكين والله أمورنا فل الحمد لله رب العالمين. من دارفور ينضم إلينا مراسل الحدث صالح أبو علام، أهلا ومرحبا بك معنا صالح. هل تضعنا صالح في آخر تطورات المشهد، وهل الاشتباكات فعلا ما زالت حامية على الأرض؟ ما زالت مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور هي الولاية الأكثر سخونة، حيث تحتدم المعارك بين الجيش والدعم السريع لليوم العاشر على التوالي في مدينة نيالا. تركزت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في وسط مدينة نيالا وفي الأحياء الواقعة شمال مدينة نيالا وجنوب مدينة نيالا. استخدمت في هذه المعارك الأسلحة الثقيلة والخفيفة من قبل الجيش وأيضا من قبل قوات الدعم السريع بهذه المدينة، ما خلف عدد كبير من القتلى وعدد كبير أيضا من الجرحى يصعب حصرهم حتى هذه اللحظة، نسبة لانقطاع شبكات الاتصالات ونسبة أيضا لضيق سعة المراكز الصحية والمستشفيات التي تعمل في مدينة نيالا، وهو مستشفى وحيد المستشفى التركي الذي يقع جنوب مدينة نيالا. هذه المعارك بين الجيش والدعم السريع خلفت خروج كبير جدا وخروج جماعي لسكان مدينة نيالا في عدد من الأحياء، خاصة الأحياء الجنوبية التي نزح إليها الأيام الماضية عدد كبير جدا من السكان،
ما إن تجددت المعارك في جنوب مدينة نيالا حتى نزح أعداد كبيرة جدا من السكان مرة أخرى إلى مناطق خارج مدينة نيالا. وهنا هنا أيضا في هذا المكان الذي يظهر على الصورة هو موقف مدينة نيالا بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، أعداد كبيرة من المواطنين يأتون في كل صباح وكل مساء إلى هذا المكان، ومنه يعبرون إلى ولايات أخرى، إلى شمال كردفان وإلى ولاية الجزيرة وإلى ولاية سنار وإلى الولاية الشمالية من هذا المكان. هناك أيضا نزوح آخر يتجه إلى ولاية شمال دارفور مدينة الفاشر، هناك أعداد كبيرة أيضا ذهبت إلى هناك. منظمات إنسانية تتحدث عن 50,000 شخص نزحوا من مدينة نيالا خلال اليومين الماضيين فقط، ويتجهوا إلى عدة أماكن تصنف آمنة هنا في جنوب دارفور وفي إقليم دارفور. المعارك في نيالا لم تهدأ أبدا طوال الأيام الماضية، تتجدد كل صباح وكل مساء في هذه المدينة التي تحدثنا مع عدد من الذين خرجوا منها، قالوا بأن الأوضاع الأمنية هناك يعني غير صالحة للبقاء داخل المدينة نسبة لانتشار عمليات السلب والنهب الكبيرة في عدد من الأحياء في هذه المدينة. ما زالت القذائف تسقط على المواطنين والرصاص أيضا على رؤوس المواطنين بهذه المدينة، والجيش والدعم السريع في حالة تموضع وتمركز كبير جدا في عدة مواقع بعاصمة ولاية جنوب دارفور. صالح، من خلال ربما المحادثات التي أجريتها مع من نزحوا، هل فعلا بالإمكان الخروج من منازلهم في ظل هذا التصعيد العسكري؟ هل آمنة هي الطرق بالنسبة لهم، أم الأفضل أن يبقوا في منازلهم؟ نعم، البقاء في المنزل يكلف أشياء كثيرة، من ضمنها عدم وجود مواد غذائية كافية بعد توقف جميع الأسواق في هذه الولاية، ولاية جنوب دارفور. أيضا هنالك انتشار كثيف جدا لعمليات السلب والنهب، هنالك انتشار للقناصة الذين شكوا منهم بعض السكان. بعض الذين ما زالوا متواجدين في مدينة نيالا لا يملكون حق التذكرة للسفر أو للخروج من مدينة نيالا. الطرقات هي أكثر أمناً من داخل المدينة. انتشرت في المدينة الفترة الأخيرة عمليات سلب ونهب واسعة، طالت عدد من الأحياء، عمليات شبه منظمة تستهدف أحياء كاملة داخل مدينة نيالا. لم يبقى منزل في الأحياء الواقعة وسط سوق مدينة نيالا أو في الأحياء الشمالية حي الوادي وحي خرطوم بالليل والسينما، منزل لم تطاله عمليات السلب والنهب في هذه المدينة. صالح، النازحون من منطقة القتال في نيالا، أين يقيمون؟ هل هناك مناطق خصصت لهم؟ كيف هي أوضاعهم فعلياً؟ نعم، الأوضاع بالغة الصعوبة للغاية. هنالك نزوح يستهدف المحليات التي تقع حول مدينة نيالا، محلية برام ومحلية رهيد البردي ومدينة كاس ومناطق بلبول وميرشين وعدد من المناطق التي تقع حول مدينة نيالا. الأوضاع الإنسانية معقدة جدا. مدينة نيالا هي أو ولاية جنوب دارفور هي أكبر ولايات إقليم دارفور، تضم 21 محلية. جميع هذه المحليات تعاني نقص كبير جدا في المواد الغذائية، كما أنها تعاني أيضا نقص في الدواء والكوادر الطبية. لذلك حتى الأماكن التي يلجأ إليها هؤلاء الناس لا توجد بها خدمات، لا توجد بها مستلزمات أساسية للعيش، خاصة مواد الغذاء والإيواء في بعض الأماكن. نعم، من دارفور كنت معنا مراسل الحدث صالح أبو علامة، شكرا جزيلا لك صالح. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.